مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. تحيه وحب لحضراتكم طبعا كل من بيشاهد برنامجنا من خلال قناه الاهلي. وهنبدا النهارده بمهارات جديده ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. وهي عموما الحلقه النهارده بناء على طلب مشاهدينا الكرام اللي بيشوفونا من خلال شاشه قناه الاهلي. طلبتوا مننا اللانشون اللحمه ولانشون الفراخ. هنعمله بطريقه بسيطه ان شاء الله النهارده، ويبقى يعني حاجه كده معموله في البيت بشكل حلو وحاجه موثوق فيها، عاملينها بلحمه حقيقيه بفراخ حقيقيه، ويعني ايه تنفع بحاجات وكميات بسيطه. كل ما يبقى موجود ومتوفر نعمل تاني، وان شاء الله قريب نعمل كمان البسطرمه ونعمل السجق ونعمل المصنعات الحلوه اللي حضراتكم بتحتاجوا تشتروها من بره دايما، مش تشتروها تاني ابدا. طيب نبدا باول حاجه نقول لانشون اللحم. عندي ربع كيلو من اللحم المفروم، انا عاملها على مقادير صغيره للي حابب يجرب، علشان في اصدقاء لينا كتير ما جربوش عايزين يجربوا في كميات بسيطه. عندي ربع كيلو من اللحمه المفرومه، عندي 50 جرام من سميد البسبوسه او السميد الناعم، يعني حوالي ال 50 جرام دول يعملوا حوالي معلقتين كبار، ما يعملوش نص كوبايه، يعملوا معلقتين كبار. طيب عندي اربع بيضات، عندي كوبايه من الزيت النباتي، عندي اربع قطع من الجبن المثلثات، عندي فلفل حار ده حسب الرغبه، وممكن ما يبقاش حار، ممكن يبقى مكانه فلفل حب اسود زي ما تحبوا. طيب عندي معلقه صغيره من الكمون، توم باودر او توم مفروم زي ما تحبوا، وعندي كزبره جافه، وعندي معلقه صغيره من الملح. لما اجي هقدم اللانشون اكيد هقدم معاه ساندوتشات كده لطيفه، كايزر وخس وطماطم خيار، اي خضروات لطيفه موجوده في البيت نعمل ساندوتشات كده جميله للولاد. تعال نقول بسم الله ونبدا في الاول. اللانشون انا هعمله النهارده بطريقتين، طريقه فيها اللانشون باللحم الني، يعني لحم مفروم لسه ما استواش ولا اي حاجه، وهعمل طريقه لانشون الفراخ بالبواقي الموجوده. لو عندكم بواقي فراخ مسلوقه تقدروا تستفيدوا منها في ايه تاني غير ان احنا نعمل فيها كشك وندخلها في فطاير ونقطعها في عجه او نقطعها في وصفات تانيه ممكن نستفيد منها، ممكن نعمل منها اللانشون وتجربوه في البيت وتشوفوا كده اخبار ايه. فانا هعمل وصفه النهارده بالطريقه اللحمه باللحم الني كده، وهعمل وصفه اللانشون الفراخ بالفراخ المسلوقه. طيب هنقول بسم الله. انا هاخد المقادير دي قبل ما ابدا اعمل اي حاجه، هشوف البيض الاول نكتشفه كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هكسر البيض علشان اطمن انه البيض ان شاء الله سليم، خصوصا احنا لما بندخل على الصيف والحر. حتى لو انا بشتريه، والله لو اقول لكم انا اشتريت كرتونه البيض من مكان معروف جدا، ماركت كبير جدا، لقيت البيض كله بايظ على الرغم انها بيض اورجانيك، وكان متغلف كل الكرتونه الكبيره دي كلها اترمت لان طريقه الحفظ كانت سيئه، وعايزين نتكلم عنها يا ندى. طريقه الحفظ او التخزين في المكان ده سيئه جدا، على الرغم انه مكان كبير جدا ومعروف، يعني الواحد بيروح ياخد الحاجه عارف ان في سحب كتير، واحد بيطمن لانه في سحب فاوريدي الحاجه ما بتقعدش، لكن التخزين خاطئ 100%. طيب هبدا اكسر البيض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا ايه، معلش هشيل البيضات دول هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد بيضه بيضه كده. بسم الله. عايزين بقى يعني واحنا شغالين كده، ليه بنقول مثلا احنا ممكن نعمل ده في البيت؟ وانا قررت النهارده اني اعمله مع حضراتكم بطريقه سهله، وبطريقه يعني ما فيهاش مكونات كتير، عشان تستمتعوا بانكم تجربوه، وان شاء الله تبقى وصفه ناجحه. ان في ناس لما بتبقى الحاجه دي اول مره تعملها بتبقى عندها تخوف شديد جدا ان هي تبوظ منها، ان شاء الله هي مش هتبوظ باذن الله، وهنلتزم بده. ولان في خطوه مهمه هتتعمل في ان انا اسوي اللانشون ده بيها، فان شاء الله هو هيبقى هيتماسك ومش هيبقى فيه عندي اي مشكله باذن الله. طيب اول حاجه هاخدهم كده، هاخد البيض بعد ما اتاكدت ان كله بيضه بيضه سليمه بفضل الله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هحط كده كل كميه البيض، هضرب في الخلاط حتى باللحمه، ممكن باللحمه اللي عايز يعمل في الكبه ماشي. هاخد بقى عليه الجبنه المثلثات، هنعمل ان شاء الله يوم للاجبان، بس يوم للاجبان اللي هي ان احنا نقدر نعمل جبنه كريمي في البيت من اللبن بتاعنا
الحليب بتاعنا ونعمل الزبده ان شاء الله، ونعمل المش بتاعنا من المورتن نسيح الزبده بتاعتنا بعد ما نفصلها ونعمل الحاجات الحلوه دي في البيت، مهمه قوي. بيوت يعني المحافظات او الارياف او الصعيد او مليانه خير زي ما بيقولوا، احنا اتعلمنا ده، كانوا اهالينا بيعملوه وشفناه، وشفت ما كانوا بيسيحوا الزبده عندنا وكانت والدتي تاخد المرطه ونعمل المش وهكذا. فاحنا محتاجين للثقافه دي شويه في حياتنا، لانه كل حاجه بقت سريعه قوي وبقت كل حاجه مصنعه. احنا عايزين نتكلم شويه عن ان احنا لما هنعمل ده في البيت هيفرق معانا قوي، ان المصنعات ليها اضرار عايزين نتكلم عنها. هكلم حضراتكم عن المصنعات. طبعا اول حاجه بتسببها لمرضى الضغط، اولا بتاثر جدا على مرضى الضغط لانها بترفع الضغط وبتعمل مشاكل الله اكبر لا قدر الله في الامعاء والمعده، غير ان هي بتاثر كمان في مرضى القلب وبتعمل سمنه. الحاجات دي كلها يعني ليها اضرار مش حلوه. بصوا بقى احنا بنحط، طبعا اللي عايز يحط توم باودر وبصل باودر براحه حضراتكم، انا بحطهم كده عشان يبقى، وحطيت هنا معاهم الكزبره، وعندي عايزين تحطوا بقى للحم بهارات لحم براحه حضراتكم، وعندي الكزبره. بصوا بقى انا هستفيد ايه لما احط السامولينا ده؟ ممكن حضراتكم تسالوني، في ناس بتحط مكانه دقيق لتماسك الايه اللانشون نفسه. انا هحط الدقيق السامولينا ده، اولا بيدي ترميله، وفي مصانع كتير اما سالت بجد وتقصيت عن الموضوع لقيت ان في مصانع بتستخدمه، اللي هو سميد البسبوسه الناعم ده اللي قدام حضراتكم ده، هو ده انا هحط منه. ينفع استبدله بدقيق، بس هو ميزته انه خفيف وميزته انه بيدي ترميله كده لللانشون بيخليه زي بره، ويبقى بديل للدقيق ان احنا حطينا دقيق جوه اللانشون، يعني فاهمين قصدي ازاي؟ لكن طبعا اللي يريح حضراتكم، في ناس بتحب تعمله على طريقتها وبتبقى مبسوطه بالطريقه دي وسعيده. طبعا ما تنسوش ان في كوبايه زيت كامله نباتي هستخدمها، هحط الاول من الملح والفلفل. طبعا اللي عايز يستخدم فلفل حب بنحطه جوه زي ايه ما بنجيب كده اللانشون المستورد او اللانشون اللي بنشتريه من بره يعني، ورشه طبعا ملح يعني شويه فلفل حلوين. ده لحمه، فاللحمه بتتبهر كويس. هتلاقوا دايما ايه، تلاقوا في حبوب الفلفل كده بتتقطع او زيتون. انا هعمل الفراخ بالزيتون وهعمل ده بحبوب الفلفل. خليني الاول احط كده اللحم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربع كيلو من اللحمه وربنا يسر ويستر ان شاء الله. كده يا نودي بدل ما تطمنيني. ماشي يا نودي، الله يسامحك. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط كده كوبايه من الزيت. خلينا بقى ايه، ان شاء الله وعد باذن الله للي عايزين اللانشون من غير يعني لا لحم ولا فراخ نعمله بطريقه اقتصاديه بفضل الله. نحط بقى الفيشه، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا اسراء، رقوامه ما ينفعش برجر خالص، بيسالوني جوه. طيب الفيشه بس، تعالي محمد بعد اذنك حط لي الفيشه اذا تكرمت، عشان انا مش متخصصه في الكهرباء عندنا في البيت، انا اخري ممكن لو اللمبه اتحرقت اغير اللمبه، غير كده لا، وانا كده يعني دي قدراتي، لكن اشيل فيش بقى والمس فيش واغير سلاك وكده يعني لسه ما توصلتش للمرحله دي. بسم الله. بقى جامد كده كل المكونات. لا مش كل الناس عندها الكبة، هنقلب بقى كده واحنا شغالين. ممكن نحط له شوية زيت كمان. لا وهنقلبه عادي بالسباتيولا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اتضرب بالفعل بس بقي شويه اللي تحت اهو. في ناس ما عندهاش الكبه تقدر تعمله في الخلاط عادي جدا، اهم حاجه بس تبقى اللحمه تمام. زي ما حضرتك
حضراتكم شايفين كده، هنزل وهقلب اهو خلاص تمام. يبقى بس الخليط ناعم زي ما انتم شايفينه كده، وشايفين دي ليه قوام برضو، يعني ما هوش ميه، ما هوش سائل، هو قوام ولكن ليه قوام ماسك نفسه. لان انا بقى هعمل فيه ايه؟ هسويه ازاي؟ زي عرق اللحمه البارده بالظبط. بسم الله. بصوا بقى بيطير زي العصافير. تعالوا بقى بسم الله، ادي القوام بتاعه. هقلب المرحله دي، تقدروا تحطوا فيها لو انتوا حابين الالوان الصحيه، ان احنا ندي فيها لون معين، يدي لون الايه، لون الاحمر بتاع اللحم شويه. دي اختياريه انا سايباها لحضراتكم، انا مش حطيتش اي الوان. انا بجيب كده اول حاجه، بسم الله، هجيب السيلفر او الورق الالومنيوم وهفرد. طبقتين كده. ماشي الكلام. بسم الله. وهاخد هنا الاسترتش ده، هعمل كده وهاخد طبقة تانية اعرض بس بيها الورقة اللي انا حطاها دي كده. كده خلاص. حط على النار انا حلة، الحلة دي فيها منكهات بوكيه جارني. ايه هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن، بسم الله الرحمن الرحيم، اوري حضراتكم. بسم الله. بصلاية، جزراية، عود كرفس، ورق لورا، كم حبة فلفل اسود، علشان ادي منكهات وطعم لما اجي انزل اسلق فيها الايه، اللانشون بتاعك. هاخد كده الكمية دي، شوفوا ما شاء الله. كده هنزل كل الحاجات اللي تحت دي. اقدر في اللانشون ده احط فيه حبوب فلفل، حبوب فلفل حصى يعني صحيحه تدي ليه شكل. بصوا انا عايزه اعمل كده، وهبدأ ده بلفه يمين. شايفين انا برول ازاي كده، وده بلفه شمال عكسه الناحية دي، كل واحد عكس التاني لحد ما ياخد الشكل الاسطواني اللي هو شكل اللانشون زي اللي نشتريه من بره اهو. شايفين حضراتكم ازاي؟ زي البونبوناية، بس دي بلف كده ودي بلف العكس. طيب انا دي هروح عقده هنا كده، عقده، او يعني اعمل كده اربط هنا كويس كده اهو. وهنا كمان باخد دي الناحيه الثانيه المعاكسه ليها زي ما حضراتكم شايفين. المفروض ان انا افرغ كل الهواء ده اهي هنا كده قبل ما اقفل من الناحيه دي اهي، عشان ما يبقاش فيه تفريغات هواء اهو. خليني كده افرغ الاول الهواء خلاص، عشان ما يبقاش فيه تفريغات. شايفين ازاي اهو؟ ماشي حبيبتي، شكرا يا اسراء. كده هنعمل كده وانا بلف. عارفين انا ليه فضيت تاني من الجنب ده؟ عشان اطلع الهواء، عشان ما يبقاش مخلي الاسطوانه فيها حتت مفرغه هواء. الهواء ده يخليها ما تاخدش الشكل الاسطواني كله مظبوط، وانا عايزه اخليها تبقى شكلها حلو اهو. بسيط جدا، ما فيهوش اي حاجه. وده البلاستيك الصحي اللي بنستخدمه دايما. هاخد بقى كده الفويل
وهبدا ارول كده، وهقفل عليه برضو الناحيه دي كده ده والناحيه دي. اه طبعا عشان يستوي. حلو الكلام. وهاخد كده بعد ما عملت كده شكل البونبونيه والاسطوانه دي، هروح بسم الله الرحمن الرحيم عند الميه اللي فيها بوكيه جرنيه، هنزل اللانشو وهزود، لما تيجوا الميه تنقص تزودوا في الجنب كده ميه سخنه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تغمر الايه او تقلبوه على الناحيه الثانيه. حلو الكلام. ماشي حبيبتي يا ندى، اهو انا خلي بالكم عشان هحط واحده ثانيه فهعلي الميه، فانا مش عايزه ازودها قوي، وهسيبه لحد ما امسك كده الاقيه تماسك بقى قطعه واحده. الخليط اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي ده عامل زي الكريمه ده التقيله، بعد ما خلطت اللحم هنقول احنا قلنا ايه تاني. انا هقول لحضراتكم عملت فيه اما نرجع ان شاء الله من الفصل. عملنا لانشون اللحم، عملنا فيه اربع بيضات، حطيت ربع كيلو من اللحمه المفرومه، 50 جرام او معلقتين من سميد البسبوسه الناعم في الخلاط، حطيت اربع مثلثات من الجبنه المثلثات، حطيت فلفل حار اخضر او تقدروا تنكهوا ببابريكا او تقدروا تنكهوا بزيتون او بفلفل حصى باي منكهات، حطيت كمون وحطيت توم باودر وبصل باودر، حطيت كزبره جافه، حطيت ملح وحطيت فلفل، واخر حاجه حطيت كوبايه من الزيت النباتي. ما عملتش اي حاجه ولا محتاجه كبه ولا حاجه، انا عملت في الخلاط زي ما حضراتكم شفتوني عشان اصدقائنا اللي ما عندهمش كبه انا يعني هقول بكل الطرق تتعمل ازاي. اهو بصوا بقى، جهزت هنا حله فيها بصلايه وجزرايه وعود كرفس وورق لورا وحبهان، وقلت هغلي فيها او هسوي فيها اللانشو، لازم تبقى ليها ريحه حلوه عشان يكتسب الطعم، مش في ميه مغليه يكتسب الطعم من منكهات زي المرق. خلاص حطيته هنا وهبدا اغطي النار عليه وهسيبه حوالي 40 دقيقه لحد ما يتماسك مع حضراتكم. بعد ما بيطلع بسيبه يبرد واحطه في الثلاجه، لازم يبات ليله عشان يتماسك يطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه في الطبق اللي هناك. لانشون اللحم لا ده لانشون الفراخ، اللحم اللي هناك اللانشون ده الاسطوانه او الحجم، انا عامله ربع كيلو طلع الشكل ده. طب ما انا تخنت الاسطوانه بتاعتي، هم هنا عملوها رفيعه، كل واحد حر تقدروا تعملوها زي الكبير وتقدروا تضاعفوا الكميه وتعملوا قد اللي بيتباع في السوبر ماركت، وتحطوا فيه زيتون اسود او اخضر اي حاجه انتوا عاوزينها. منكهات ترجع لحضراتكم، توابل ترجع طعمها للي بتحبوه. هستسمح حضراتكم دلوقتي بعد ما خلصنا لانشون اللحم هنطلع استراحه، هنرجع باذن الله بعد الاستراحه نجرب بقى هنعمل اللانشون الفراخ ازاي من الفراخ المسلوقه او اللي باقيه عندنا، هنشوف مستنيه حضراتكم. ورجعنا مره ثانيه بعد الاستراحه، هنعمل دلوقتي لانشون الدجاج. شوفوا بقى كده، انا هوري حضراتكم، انا عندي بواقي فراخ مسلوقه ايا كان، فرخه كامله فصصتوها، عندكم صدور، اللي موجود زي ما بيقولوا الجوده بالموجوده. طيب هنقول المقادير الاول وبعدين نبدا نشتغل فيه مع بعض. عندي صدور دجاج مسلوقه، عندي 50 جرام من سميد البسبوسه، ومعلقتين اللي قلت لحضراتكم هي بديل للدقيق عشان تدي قوام مرمل كده وتخلي اللانشون واخد الشكل او الحقيقي بتاع المصانع ده. طيب عندي اربع بيضات، عندي كوبايه من الزيت النباتي، عندي اربع قطع من الجبن الكريمي او الجبن المثلثات بتاع الاطفال، عندي نص كوبايه من الزيتون المخلي، انا هستخدم النهارده الزيتون الاخضر المخلي اللي محشي جزر عشان يدي كده شكل جميل، عندي فلفل حار وده اختياري، ممكن يبقى فلفل حار او نحط مكانه بابريكا او نستخدم فلفل بارد رومي اللي يريح حضراتكم. طيب عندنا معلقه صغيره من الكمون، توم مفروم او توم باودر اللي يريحكم، انا بفضل الباودر في اللانشون عشان التوم بيبقى دايما نكهته قويه وبيبقى ايه مع الوقت لو حاطينه في الثلاجه ما يبقاش طاغي قوي على اللانشون، فاستخدموا الباودر. كزبره جافه ومعلقه صغيره من الملح. طيب هنبدا كده بنفس الطريقه، اولا هفصص هنا الايه اجهز الاول الجبنه المثلثات هنا كده، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، اربع مثلثات، واتفقنا هنعمل مع بعض حلقه اجبان. حضراتكم لو ليكم اي طلب ابعتولي على الصفحه الشخصيه اللي انتوا عايزينه وانا اعمله من خلال البرنامج ان شاء الله.
من عناية الاثنين. كل ده طلب مننا من اصدقاء لينا، طلبوا مننا اللانشون حوالي اسبوعين كده، واحنا حبينا ان احنا نعمله مع حضراتكم. طلب الاسبوع اللي قبل اللي فات مظبوط. طيب هناخد كمان كده البيض، هبدا مجهزاه برضو، معلش هستخدم ال كده. اوكي بسم الله، عشان لو في لا قدر الله بيضه واحده بس فاسده هتبوظ الخليط كله، ابقى انا حطيت البيض كله فوق بعضه. فببقى حريصه قوي في الصيف اكتر من الشتاء، الشتاء الدنيا بتبقى ساقعه حتى لو التخزين سيء، الا ان في السوبر ماركتس او في الاماكن، الا ان البروده بتبقى ماده حافظه يعني ما بتساعدش قوي في قصه تلف الايه البيض قوي. والبيض خلوا بال حضراتكم لا قدر الله لا قدر الله تعب وحش فساد البيض ده، او لو في بيضه لا قدر الله فاسده او الله اكبر بيسبب يعني الله اكبر يعني بيبقى بشع كانه زي التسمم كده. فالواحد بس بيراعي الموضوع ده قوي، عشان كده انا دايما باكد على حضراتكم بسم الله. دايما لو حضراتكم تشتروه جاهز او بتشتروه مثلا من عند بتاع البيض، فانتوا عارفين البيض الصبح تمسكوا البيضه تلاقوها تقيله، تعرفوا ان البيضه التقيله دي هي اللي ايه اللي لسه بخيرها، علشان يعني ايه فيها سوائلها لسه محتفظه بيها، ما عملتش حاجه ايه، ما طلعتش بره، ما خفتش. البيضه الخفيفه دايما اعرفوا انها لسه كده يعني الماده السائله اللي فيها او اللي هو البياض بتاعها خلاص بدا ينشف، تمام. فدي من ضمن الحاجات. وقلنا برضو طريقه تخزيننا احنا في البيت للبيض، هو ليه مكان طبعا. هو المفروض اصلا البيض ما يتحطش في باب الثلاجه، انا مش عارفه مين اصلا اقترح الموضوع ان نحط البيض في الحراره في باب الثلاجه، اهدى او اقل حراره، اقل حراره فعلا، هو محتاج حراره اكتر بكتير من في باب الثلاجه. لكن ممكن في ناس بتحطه في طبق وبتحطه على الرف في الرف الاول في الثلاجه. والبيضه لازم تبقى وشها لتحت، يعني البوز الرفيع ده يبقى لتحت عشان تحتفظ دايما بالسوائل بتاعتها. معلش انا هنا بقطع كده مع حضراتكم الفراخ عشان ايه؟ عشان اسهل على الخلط في الخلاط اذا احنا مش عندنا الكبه. ماشي الكلام؟ اهو. ممكن ما احنا عملنا اللحمه كده، هم بيسالوني بيقولوا لي طب ما ينفعش الفراخ تبقى نيه؟ تنفع طبعا، بس انا بقول افرضوا انتوا عندكم بواقي من الفراخ المسلوقه وعايزين تقدروا تستفيدوا منها في وصفه في البيت موفره. طب ما نعملش ليه بيها اللانشون؟ ما هي تنفع بالاتنين، ما انا عملت اللحمه نيه عشان اقصد منها اقول ان اللي عايز يختار الطريقه دي اهلا وسهلا، اللي عايز يختار الطريقه دي براحته خالص، كل ده اللي يناسب حضراتكم، الطريقه اللي حضراتكم تحبوها وتناسبكم. انا يعني مش هعمل كتير بقى، انا هاخد كده بصوا صدر واحد كفايه يعمل له بتاع حوالي ربع كيلو لوحده، يعني ما شاء الله الصدر قوي. هاخد زي ما عملت هناك، حطيت البيض، هاخد التوابل، الثوم الباودر، البصل الباودر، والبهارات بتاعه الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو المنكهات الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم، ده البصل دايما يقفش كده غير الثوم، ليه؟ عشان الرطوبه. وبعدين لو حضراتكم لقيتوا الثوم ده في البيت عامل رطوبه كده، انخلوه، انخلوه من مصفى وخدوه وعيدوا تاني نخله وحطوه في برطمان كويس. لو انتم مجففينه في البيت دايما تتاكدوا ان الثوم يكون ما فيهوش، يعني ما تحطوش سخن في البرطمان وهو بيطلع بخار، لا تسيبوا البرطمان مفتوح لحد ما يجف تماما. تسلم ايدك يا محمد. هنحط الكزبره الجافه اهي، هنحط قطع المثلثات الجبن، وادي معلقتين سميد البسبوسه الناعم، وهناخد هنا كمان الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم كده كده. بسم الله. الفراخ دي طبعا خلوا بالكم طعمها لوحده جميل، لانه هي كانت مسلوقه فاكيد كانت واخده بوكي جارني، واخده فيها الطعم الحلو، صح كده. هناخد بقى نحط هنا بسم الله الرحمن الرحيم، وهناخد كده الايه الزيت النباتي، ما تنسوش حضراتكم طبعا الملح والفلفل عشان ايه دي اخر حاجه. ادي كده الملح، انا مش ناسيه ان الفراخ متطعمه يعني فيها نسبه ملح، فمش عايزه اكتر، ما هياش نيه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم،
هنحط كده كوباية الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقفل. هجيب بس سباتشولا كده ابدا انزل زي ما قلت لحضراتكم، وندي كده ضربات متقطعه عشان نريح الخلاط. هو اتضرب بالفعل بس باقي كام واحده اللي على الوش دول، نقلب كده كويس عشان يبقى الخليط كله تمام. بسم الله. شوفوا بقى الخليط ده قد ايه هو مفيد. طيب انا كده خلاص، شوفوا صدر فرخه هيعمل لنا رول حلو يعني. انا هخلي ده عشان هوري حضراتكم انا هعمل بيه ايه. هجيب بنفس الفكره اللي احنا عملناها قبل كده، نفس الورق الالومنيوم وجواه البلاستيك راب ده او الكلينفل الاسترتش ده، وهعمل كالاتي. بسم الله. هخلي الزيتون ده جنبي هوري حضراتكم انا هعمل بيه ايه. وهاخد كده بنفس الطريقة والاسترتش. بسم الله. هعمل كده وهقطع، وهنا كمان هعمل كده فوق بعض حته، وايه اعرض بس البلاستيك عشان اقدر الفه كويس ياخد معايا الايه الكميه كلها. حلو الكلام. طيب نسمي الله بقى. هاخد الخليط ده اللي من الخلاط وهروح عامله كده فيه، واخده كام ممكن اقطع الزيتون ده نصين مثلا، يعني ايه بقى افضل الزيتونة كاملة، ممكن تحطوها كاملة ممكن تقطعوها نصين مثلا، بس أنا بصراحة بحطها كاملة. بصوا بقى لما تيجوا تقطعوه بالزيتون مثلا 5 6 زيتونات كده. شكرا. وتعالوا إيه نقلب بقى تقليبة كده الزيتون جوه الإيه جوه خليط اللانشون، وهنبدأ ننزله هنا. اهو دي كده لانشون الفراخ ببواقي الفراخ المسلوق. حلو الكلام. يبقى مش هنرمي حاجه عندنا ان شاء الله نقدر نستفيد بيها. ودي الولاد كتير بيحبوا اللانشون، انا بشوف ناس كتير بجد وبقت اسعاره رهيبه، الانواع الجيده منه في السوق وهي في الاخر مصنعه يعني، الا انها غاليه. في ناس كتير بصراحه اولادها بيحبوه وبيبقى مضطر انه ينزل يشتريه. طيب اولاد كبار وصغيرين، ماشي كبار زي ندى وصغيرين زي ولادنا. ماشي كده بصوا حضراتكم اهو، هبدا هاخد من هنا بلف في نفس الاتجاهين بس بفرغ الهواء هنا كويس. دي اهو لازم افرغ الهواء من هنا اهو اهو، هلف في اتجاهي دي هنا كده عشان بس الجلافز كده، ودي العكس. بصوا اهي زي ما عملنا في اللي فات لحد ما ياخد الشكل الاسطواني ده. انا يعني بحبه الشكل ده قوي، بحبه يبقى كده. هما هنا الولاد عاملينه رفيع شويه، مفيش مشكله، كل واحد على حسب ذوقه. طيب هلف برضو اعمل عقده هنا عشان اقفل لما يستوي ما تفتحش، تفضل واخده محافظه على الشكل الاسطواني ده اهو. هنا كده اهو زي ما حضراتكم شايفين كده اهي، واروح تانيه دي تحتها واخد الناحيه دي بعد ما تنيت كده اهو الشكل الاسطواني، هروح واخده دي وعاملاها عقده. معلش الجلافز بس ايه مش مساعد معايا شويه عشان بيلزق في الاسترتش اهو. ماشي حبايبي هنعمل كده اهو كده. صدر فرخ عمل لي ده خلاص، وهاخد دي ممكن
ما احطش يعني كل كميه السيلفر اهو اهو كده. دي الكميه فيها صغيره، ممكن الف اهو زي البونبونايه اهو، وهقفل كده. شفتوا حضراتكم ازاي؟ بس لازم اتنين سلبي، لازم واحده يتسرب له الميه لو واحده، فلازم الاتنين. وتعالوا نحط بقى الايه اللانشون بتاعنا. احنا حاطين الاولاني اهو اللي حطيناه في الاول باللحم، شغال قدام حضراتكم اهو في الحله، هوريه لكم دلوقتي. بسم الله، شايفين ازاي؟ شوفوا بدا يتماسك ازاي، هياخد من 40 دقيقه ل 45 دقيقه. هنحط تاني جنبه اهو، يبقى حطينا اللحمه والفراخ. وهاجي كده ازود شويه ميه سخنه جنب في الجنب، بس كده حلو الكلام. وهنقفل نغطي، تاخد ال 40 ل 45 دقيقه لحد ما ينضج. بصوا انا هوريك واحد صغنن عاملينه كده نونو بالفراخ. ماشي، هحتاج البلانشه بس يا محمد. بص واحد صغنون كده، يعني باي كميه انتوا تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه. بصوا الحاجات الصغننه دي للولاد تعجبهم قوي، يتبسطوا بيه قوي اهو. بسم الله، هنا بسم الله الرحمن الرحيم. وتروحوا تلاقوا في السوبر ماركت الاحجام الصغيره دي، وتلاقوها لو نزلتوا في شارع معين كده في ناحيه ال زي ما بيقولوا الايه العتبه، صح؟ هتلاقوا الناس اللي بتبيع الحاجات دي، خد كده المقص، موجوده الاحجام الصغيره دي. بس فاعملوا اللي يريح حضراتكم، اللي موجود في البيت هيبقى احلى بكتير من اي حاجه موجوده بره فعلا. يعني هاخد كده بس. تسلم ايديك وعينيك يا محمد، شكرا ليك، شكرا ليك. ده هفتح كده، شايفين ادي اللانشونية القمر. لا ده دي بقى لا ده بقى انت تقصدي السجق. طبعا بيحطوه فيها. بصوا بقى عشان تبقى تاخد، ايوه بصوا بقى ناخد كده مثلا اهي. بسم الله، حاجات صغننه بيتي طبعا. انتوا بقى اعملوا الاحجام اللي تريح حضراتكم، يعني ايه رقاقه زي ما انتوا عايزين، رققوا تتخنوا. الحاجات دي بتبقى جميله قوي لما كمان بيبقى فيه وقت امتحانات وسريعه وحاجات نظيفه واتعملت في 5 دقايق وحطيناها على النار ونسيناها، يا دوب هنسقعها بس. حاجات بيتي. تعالوا كده ايه، ممكن نقفل ساندوتش كده سريع واحد كده نعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي حبايبي، نعمل كده ساندويتش. مين القمر؟ القمر اللي عمل ده بس. مين البنات السكر النباتة اللي عملوا ده؟ يعني انت حسيتي؟ لا يا نودي مش بتغبيش، مش بتريق. لا هاخد كده عيش، وهنبدا مثلا نحط شويه من الخصاط الحلوين دول، ونحط بقى كام شريحه كده كده. يا سلام، ده 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 يعني اللي هياكله ايه متوصي بيه على الاخر. ايوه شريحتين طماطم كده، ممكن شريحه خيار، واحد لانشون جاهز جامد جدا، وارد ايه وارد المطبخ حالا. طيب ناخد ممكن واحد تاني، ممكن ناخد ده، حلو ده كده. وهناخد شويه من الخس كده، وكام شريحه، وناخد من الخيار طماطمايه او طماطمتين
ونعمل الكام ساندوتش دول. انا بقى هستسمح حضرتكم، انا ممكن اعمل كام ساندوتش كده وهنطلع الاستراحة. هنرجع نعمل وصفة طلبتها منا صديقة للبرنامج وهي زينة، هنعملها السبرينج رولز بالخضار، أرجو أنها تعجبها. اسمحوا لنا في استراحة ونرجع بعد الاستراحة نستكمل طريقة جميلة للسبرينج رولز بعد الاستراحة. في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، ودلوقتي هنبدأ في وصفة السبرينج رولز عشان زينة صديقة برنامجنا. طيب أنا هقول يعني المقادير، وطبعا أي خضروات حضراتكم تفضلوها تستخدموها. طيب عندنا سبرينج رولز بالخضار، عندي جلاش أو رقائق لسبرينج رولز، لو مفيش رقائق لسبرينج رولز هنجيب الجلاش. طيب عندي كوسة شرايح وجزر، بصل، كابوتشي اللي هو الخس ينفع، ينفع، وينفع مكانه كمان الكرومب احمر او ابيض ينفع، عندي ثوم كمان مفروم، عندي زنجبيل وده اختياري، مكعب مرق خضار، دبس رمان، وملح وفلفل. هقدم معاه صوص لطيف قوي عشان هو للاطفال، مش عايزه احط ايه، هنقدم كاتشب لو هما حابين نعمله في البيت او حاجه لطيفه، او هقدم لهم زبادي بالمايونيز. عندي معلقه مايونيز على علبه زبادي، عصير ليمون، شبت مفروم، توم باودر، واطعمه لهم وياكلوا حاجه مفيده يغمسوا بيها الصوص الحلو او الرقائق بتاعه السبرينج رولز دي. طيب انا هبدا كده مع حضراتكم هنا، بسخن طاسه على النار، هحط فيها بسم الله معلقه زيت زيتون، وهاخد اول حاجه الثوم المفروم كده، الثوم ده من الحاجات المهمه جدا، المكونات بتاعتنا بسيطه لكن تقدروا تحطوا بقى مشروم، تحطوا قرع عسلي، تحطوا هنزل البسلة، حضراتكم تحطوا بقى كوسة، فلفل ألوان، أي حاجة من الخضار المحبب ليكم مفيش مشكلة خالص. والكوسة ممكن القرع كمان مكان الكوسة، لو مش يعني ممكن حاجات كتير، وهحط كمان الخس تستغربوش، هلبس كده اللفز، وهنبدأ بقى ايه نشوح الحاجات الحلوة دي وايه ونلفها مع بعض. رشة طبعا ملح وفلفل، بس انا قبلها هحط مكعب المرق الخضار، ده مكعب خضار بيدي تيست وطعم. حط كده معلقة من دبس الرمان، لو عندنا كرات نحط، رشة ملح وفلفل، حاجة بسيطة عشان أنا عندي مكعب مرق وفلفل. هنقلب تقليبة حلوة للخضروات دي، عايزة اقول لكم كمان بيليق معاها قوي الكروم الاحمر او الابيض، يتدي طعم حلو قوي للسبرينج رولز. زي احد الاماكن الايه المحلات الصينية او المطاعم الصينية بيستخدموه كتير قوي في السبرينج رولز بتاعهم. يعني على قد ما هو بيعد من المقبلات او الحاجات السناكس يعني، الا انه في مجموعه خضروات حلوه جدا مفيده جدا ومشبعه. في ناس بتعمله بالنودلز، الجلاس نودلز اللي هي الشفافه دي، بيعملوه في المطاعم كده. انا بوري حضراتكم هنا، بصوا اللانشون، شايفين اللانشون هنا، الفراخ واللحم، الفراخ بدا بصوا يتماسك، اللحم تقريبا باقي له حاجه بسيطه، عايزه اقول لكم رائع، شوفوه ممتاز، وهو من ربع كيلو من صدر فرخه ومن ربع كيلو من اللحم، عملنا حاجه حلوه. طبعا هقلب كده
الصوص اللي انا ممكن اقدمه بصوا نقلب تقريبه حلوه كده، مش عايزه بقى خلاص اخلي الخضروات دي تبقى ويل دان، يعني مش عايزاها تستوي 100%، خلاص هقفل بقى عليها كده وايه اشوف بوله اجيبهم فيها هنا علشان نصب فيها الخليط كده. وبعدين هوري حضراتكم شكل الرقائق بتاعه السبرينج رولز، هي بتتباع شكل مربع، ده بتتباع كمان على فكره مش بس في السوبر ماركت، في محلات اللي هي بتبيع الكنافه والحاجات اللي هي المعجنات بتوع الكنافه والناس دول بيبيعوها. بصوا اهي بتبقى عامله كده شكلها مربع كده، بتبقى رقيقه كده زي ما حضراتكم شايفين اهي، بنحطها. انا بقى عشان يعني بحب قوي ااكد على موضوع خليط اللصق ده، فبحب اخد كده معلقه دقيق صغيره كده واعمل بيها الايه اللزق بتاع السبرينج روز. عارفين هم بره مصر بيعملوه بايه؟ بالموز. هقول لكم دلوقتي كده، بيجيبوا الموزه وايه ويقشروا بينها جزء ويعملوا بالموز اللي يلزقوا بيه. شفت كده حد شاف مش مصري بيعمل دي في احد المطاعم، فقلت اقولها اي معلومه جديده بحب اقولها لحضراتكم. بصوا كده بعمل شويه من الدقيق مع الميه كده، وبعدين هبدا بقى عندي هنا، معلش انا هجيب الكاتنج بورد دي احشي عليها، هوري حضراتكم واحده الاول من العجينه دي. بسم الله اهي كده، هناخد شويه من الحشو، طبعا يفضل انه ما يبقاش فيه ايه السوائل يعني، وطبعا اذا ده حصل يبقى حضراتكم ممكن تحطوا معلقه نشا او معلقه دقيق. هنيجي عند الجزء الاخير ده وهاخد كده بظهر المعلقه وهعمل كده كده ونلزق كده هنا، نعمل تاني وبعدين هنوري حضراتكم واحدة او اتنين بالجلاش. طبعا احنا بنطلعه يفك من قبلها، المحلات اللي بتبيع الحاجات الكنافة وكده يعني بيبيعوه برضو بيعملوه، بس ممكن يبقى ايه مش رفيع قوي كده، بيبقى فيه سماكة شوية، بس الميزة بقى فيه عارفين ايه؟ انه بيبقى فريش، يعني العجينه طريه فريش لسه. خلاص في ناس بتلفه كده الاول وبعدين تقفل دول، انا عشان هي صغيره اللي بتتباع عند بقى المحلات دي بتبقى اكبر من دي شويه، فبينفع تعملوا فيها الخطوه دي اهو، بنلف كده ونرول ونيجي عند الجزء الاخير ده زي ما اتفقنا هنعمل كده 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 ونقفل اهو. يا روحي هناخد هنا بقى الجلاش، خليني اوري حضراتكم من الجلاش، لو عندنا جلاش وما عندناش سبرينج روز مش هنعمله يعني، لا هنعمله. شايفين هنا بسم الله الرحمن الرحيم هقطع نصين على اعتبار انها انتوا ايه يا ولاد نشلتوني في السكاكين كلها ولا ايه يا ابو حميد؟ ايه يا ابو حميد انت بتتخانق بره ولا ايه؟ هات لي سكينه. طيب طيب كده دخلت كل السكاكين الولد، خايف من ايه؟ مش عارف
بسم الله اهو. خايف مش هتهور والله انا ما بعملش حاجه. السلاح يطول. انا شايف عم محمد جبت لنا الكلام اهو. شوف ماشي، هعمل كده بالنص وهبدا النصين دول هفصلهم، هشيل جزء بقى تقدروا حضراتكم تشيلوه في وقت تاني ولازم يتغلف عشان ما ينشفش، وهعمل دي كده اهي. بس بقى في الجلاش هحط ورقتين فوق بعض، شايفين ازاي اهو اصبح كده ماشي الكلام. طيب هاخد من الجلاش عشان برضو ابقى عملت مع حضراتكم ورقتين كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. هنا شوفوا بقى دي ايه كبيره سنه اهي بتاعت الجلاش دي، كبيره سنه اهو. وده عشان خاطر عيونك يا زينه. خليني اقلب كده نعمله بس ذهبي اللون ويقرمش. خلاص وهعمل كده وهاخد دي وهنلف عادي جدا اهو، وهاجي عند المرحله الاخيره وهعمل كده وهرول اهو. خلاص يبقى احنا كده عملنا من الجلاش، عملنا من رقائق السبرينج رولز اهي. نقلب بس دي على الظهر كده، تاكلوها بقى سخنه بالهنا والشفا مع صوص جميل تتقدم زي ما احنا مقدمينها في الطبق كده. وكمان نقدم دي معاها. الجلاش بقى يفضل يدخل الفريزر قبل ما تحمره، بس لان رقائق السبرينج رولز مخصصه لانها تطلع في وقتها. طبعا هنشيل دول زي ما قلت لحضراتكم كده، مش هرميهم دول بقى، لو اتبقوا معايا وحتى مش هعمل بيهم سبرينج رولز اقدر اعمل بيهم كيكه، كيكه الجلاش استفيد بيهم وارجعهم تاني في الفريزر ما يجرى لهمش اي حاجه. تسلم ايديك لسبرينج على الهواء. والساندوتشات اهي قدام حضراتكم، وهعمل كده هشيل حبات السبرينج رولز دي اهي الذهبيه اللون، وادي ساندوتشات قدام حضراتكم عملناها باللانشون البيتي، وادي اللي بالجلاش اذا ما توفرش سبرينج رولز يعني عجينه سبرينج رولز اهي. بصوا هفتح لكم واحده اهي، بصوا الجمال. الله 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 الله. يعني نقدر نعمل حاجات جميله للولاد نفتح نفسهم. اهم حاجه الصوصات، يا ريت بلاش نجيب صوصات جاهزه كتير برضو، لانه خلوا بالكم المواد الحافظه دي بتحفز الدهون في جسمهم، بتخليهم يحوشوها مش حاسين بيها في السن الصغير، وفجاه الولاد يوصلوا 13 14 سنه يضربوا، ونقعد نقول ضربوا من ايه؟ ضربوا من كده، ضربوا بانهم بيحوشوا كل الحاجات دي في جسمهم. فاحنا يا ريت نحط بدائل، لبنه، زبادي، نعمل احنا المايونيز في البيت فيبقى صحي وخفيف، نعمل لهم توميه، حاجات جميله. انا خلصت اهو، بصوا كده ادي كمان الجلاش. يا حبايب قلبي بصوا بقى الصوص بسيط جدا جدا، اسمحوا لي هعمله هنا، هضرب بس الصوص ده مع بعض واسمحوا لي افصل بقى خلاص هنا عشان هي الصفاره ما صفرت هنا، بس الحكم لسه ما صفرش. ايوه قربت تصفر ماشي. طيب هاخد كده من الزبادي وبالوسط صغنن كده، بسم الله. بصوا كده هنعمل، هقلب الزبادي في الميه بتاعته، اتفقنا ان ميه الزبادي دي هي البروتين المهم بتاعه. وهاخد معلقه مايونيز واحده كبيره مليانه حلوه كده تدي طعم. وعلى فكرة حتى لما بعمل بطاطس بالمايونيز اللي في البيت اللي زي أماكن البيتزا بتباعها بعملها كده أهو. توم، رشة من الشبت، خليط أهو، ونعمل بقى إيه الصوص بتاعنا ده كده. شايفين بقى الجمال ده؟ بصوا هعمل كده، احط شويه الصوص دول هنا
وهاخد القمر دول كده. اهو ونبدا بقى نستعد ليه. دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال اللي هتشرفنا وتنورني في الفقره اللي جايه. هنتكلم بقى عن كل الاسئله اللي حضراتكم بعتوها لنا، ان شاء الله هتلاقوا اجابات عليها في الفقره اللي جايه باذن الله. اسمحوا لي استقبل ضيفتي دكتور دينا ابو السعود، في انتظاركم.